تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب في فريق العمل عندنا في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة في دبي. اليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا اليوم الأستاذ نمر محمد. الحمد لله على السلامة نمر. واليوم معاكم في التقديم الدكتورة هند العوضي. تقدرون تتواصلون معنا من خلال الأرقام الآتية مستمعين الأعزاء: 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالأخبار الشيقة والممتعة، بس قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا أذكركم بأن اللقاحات أصبحت متوفرة في جميع المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، فاللي ما أخذ موعد عشان يحصل على اللقاح يبادر بالاتصال إما عن طريق رقمنا الموحد 8342، أو يقدر ياخذ موعد عن طريق استخدام تطبيق هيئة الصحة. الطريقة جدا سهلة وجدا ما فيها أي صعوبة مستمعينا، فإحنا ننوه إن كنت ما حصلت على اللقاح وكنت من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات هذا المرض، أو كنت من أصحاب كبار السن، فلازم أنتوا تبادرون وتحصلون على موعد لهذا اللقاح. ومن اللقاحات ننتقل إلى خبرنا لليوم. خبرنا يتحدث عن تغيرات في العين قد تقدم إنذار مبكر لمرض خطير. يقول البعض أن العيون هي نافذة الروح، لكن النتائج الجديدة اللي توصل إليها باحثون في معهد جون هوبكنز ويلمر للعيون تشير أنها قد تقدم نظرة ثاقبة للعقل أيضا. دراستهم الجديدة تظهر المبدأ كيف أن تقنية التصوير اللي تقيس تدفق الدم في الجزء الخلفي من العين قد توفر طريقة غير جراحية للكشف عن مرض الزهايمر مبكرا. ويقول مؤلف الدراسة أمير كشاني، اللي عنده دكتوراه في الطب وأستاذ مشارك في طب وجراحة العيون في كلية الطب بجامعة جون هوبكنز: شرعنا في التحقيق في فكرة أن التغيرات في الشعيرات الدموية في الجزء الخلفي من العين يمكن أن تكشف عن تغيرات في الدماغ لا يمكن اكتشافها بطريقة أخرى، والتي تحدث قبل ما يتم تشخيص المرض. وهذا الشكل ويصيب هذا الشكل من مرض الزهايمر العائلي نحو 1% من جميع المرضى المصابين بهذه الحالة. واستخدموا تقنية تصوير سميت بتصوير الأوعية بالتصوير المقطعي البصري، التقط فيه الباحثون صور للأوعية الدموية الموجودة في مؤخرة أعين المشاركين في الدراسة، وجدوا أن تدفق الدم غير طبيعي عبر أصغر الأوعية الدموية الموجودة في مؤخرة العين يرتبط بحالة الطفرة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالشكل العائلي لمرض الزهايمر. ما شاء الله العلم وطرق الكشف عن الأمراض، في كل يوم نسمع عن طريقة جديدة وطريقة أسهل وأسرع في اكتشافنا لهذه الأمراض واكتشافنا المبكر لها. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، وكالعادة بتصبح علينا أسماء الجناحي بتعطينا آخر المستجدات لوسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور الزين. اليوم شو عندك من أخبار حقنا؟
من ضمن الأشياء المهمة اللي كنا حاطينها يوم أمس بما أنه كان يوم الأم أي. فكنا حاطين بعض النصائح للأمهات لحياة أكثر صحة وسعادة. دائما دائما ننصح الجميع، مو بس لأن يعني إذا كانت أم لازم أن هي ما تستانس في حياتها وبس أن هي يعني تربي 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 تربي، لأن يعني هذا راح ينهكها وراح ينهكها ذهنيا وأيضا صحيا وحتى جسديا. فدائما يعني حطينا بعض النصائح للأمهات لحياة أكثر صحة وسعادة، وكل ما كانت الأم صحية قدرت تربي وتقدر يعني تستمر في العطاء. بعض النصائح حطيناها، أول شيء لروح إيجابية، أقضي وقتا مع من تحبين. الثاني اكتبي قائمة بالأمور التي تشعرين بها بالامتنان. كل ما يكتب القوام الأشياء اللي تشعر بها بالامتنان تحفز الطاقة إيجابية والسعادة، وأيضا قائمة باللحظات الفخر اللي الوحدة تفتخر فيها. لعقل سليم، تخصيص وقت للقراءة، عيشي اللحظة دائما. يعني هاي ممكن نشوفها شوي في الأمهات، دائما يرجعون 15 سنة ورا، دائما عايشين في الماضي. أسمى كنا بعدهم عايشين في الماضي، دائما يسترجعون الأمور القديمة. لكن دائما نحن ننصح الأمهات أن عيشي اللحظة واستمتعي فيها. وأيضا يعني الهواتف الذكية مو بس الأمهات، ترهق الجميع، فدائما ننصح أن يعني على الأقل ساعة في اليوم أغلقوا هواتفكم الذكية. والجسم صحي، ممارسة النشاط البدني جدا مهم، الحفاظ على نظام غذائي صحي، والنوم. يعني الواحد ما يتخيل كيف ممكن النوم انه يعني يعدل وايد اشياء. اذا كان نوم صحيح بساعات يعني يستفيد منها الجسم، تأثر مو بس في الجسم، تأثر ايضا على الروح والذهن. يعني النوم جدا مهم، ودائما نحن نأكد على أهمية النوم، وحتى في يوم النوم العالمي بعد ما طلعنا مجموعة من النصائح. صحيح. يعني حتى الأشخاص اللي مثلا يعانون ممكن وضع النفسي عندهم وايد صعب، لو يجربون أنهم ينامون من وقت لمدة شهر راح يحسون بالفرق الكبير بعد شهر على نفسيتهم. حتى اللي عندهم يعني مثلا العصبية عندهم يعني حتى المشاكل النفسية تكون موجودة، بس إن الواحد لو يعني شيئين إذا عدلهم، يشرب ماء عدل وينام من وقت، يعني خلال شهر راح يحس 100% بالفرق. وهذا أنا جربت لها شخصيا. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نأكد عليها قبل ما توصل الاجتماع، إن هيئة الصحة يعني ما زالت إن تقدم الخدمات تطعيم للفئة ذات الأولوية، واللي هي تم الإعلان عنها من تقريبا بداية شهر مارس. وجميع الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة هي عن طريق أخذ المواعيد المسبقة. الموضوع مش بس على التطعيم، يعني شفنا بعض الملاحظات عن مثلا واحد ممكن يصير المركز يعني مثلا ووك إن، لما الواحد يروح المركز ووك إن يتم تقييم الحالة. يعني هاي ممكن الأشخاص ممكن هاي طريقة عمل جميع القطاعات الصحية في الدولة وخارج الدولة. أول ما يدخل الشخص إذا كان بدون موعد يتم تقييم الحالة، من عقب ما تقييم الحالة هل هي خطرة عادلة غير عادلة، تراياج هذا هي اللي يسمونها تراياج. حسب تقييم الحالة الشخص ممكن ينتظر. بالضبط. نحن دائما نأكد ان أهمية أخذ المواعيد المسبقة، لأن لا سمح الله يعني ممكن يكون في شخص ثاني موجود ويعني وضع أصعب من الوضع ان الواحد اللي ستيبل أو اللي يكون مثلا بس مجرد صداع. غير هذا هيئة الصحة وفرت خدمات ذكية مثل طبيب لكل مواطن. ممكن الواحد يدخل على طبيب لكل مواطن وياخذ موعده هو في بيته والأدوية توصل البيت، يعني حتى ما يحتاج انه يروح الأدوية. فهالخدمات يعني مسهلة بشكل كبير، يعني ممكن واحد يعني بدأ ما يروح المستشفيات يقدر يحصل كل خدماته في البيت، وهو يعني قاعد على ما يسمونه على السوفا ومرتاح القنفة يا أسماء يكون مرتاح وياخذ الاستشارة الطبية اللي يحتاجها وأيضا أدويته. فدائما نحن يعني نحرص على راحة الجميع، لكن دائما المواعيد أفضل المتعامل أسبنا بعد ما يضيع وقته. وفي خدمات ما يتم تقديمها إلا من خلال المواعيد المسبقة، من مثل فحص البي سي آر وخدمه التطعيم. تقريبا هاي الاشياء اللي كانت يعني نحب ناكد عليها في مداخلتنا اليوم. شكرا اسم الجناحي، يعطيك الف عافيه ودمتي بصحه وسعاده. بالضبط.
كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا عن آخر المستجدات، حدثتنا عن نصائح الأمهات. أنا حابة أضيف على كلام اسماء أنه دايما حطي نفسك أنت في المقدمة، أنت إذا كنتي في صحة وسلامة باقي أفراد أسرتك أكيد طبيعي أنهم يكونون في صحة وسلامة، ومش فقط أنت تحافظين على جسد صحي، ولكن هناك أيضا لازم أنت تحافظين على عقلك السليم وأيضا على روحك الإيجابية. فهو عبارة عن منظومة متكاملة ما بين العقل والجسد والروح، لذلك اهتمي بهاي الجوانب في حياتك عشان تتمتعين بصحة وسعادة، مو بس انتي ولكن هذا الشيء أيضا بتشوفين تأثيره على باقي أفراد أسرتك. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم. اليوم حديث التغذية بيكون عن صحة الكلى مع الأستاذة رناد. فاصل قصير وبنرجع لكم مستمعينا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. دائما بإمكانكم تتواصلون معنا أعزائي المستمعين على 6005514114، أو إذا كنتوا تفضلون الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل أسمى تحدثت عن نقطة جدا جوهرية اللي هي خدمة طبيب لكل مواطن. مستمعينا، يمكن آن الأوان إن إحنا شوي نتقبل الطب الحديث ونتقبل إنه مو بلازم عشان إحنا نحصل على استشارات طبية ونحصل على أدويتنا إن لازم نروح للمركز الصحي. الطب تطور والأوضاع اختلفت عن السابق، فيمكن آن الأوان إن إحنا شوي نتقبل التغيير اللي قاعد يصير ونجرب هاي الخدمات. أنا شخصيا جربت خدمة طبيب لكل مواطن وجدا استمتعت بالتجربة وكانت جدا مفيدة واختصرت علي الكثير من الوقت. ومن طبيب لكل مواطن ننتقل إلى صحة الكلى. من دون شك الكلى هي إحدى أهم الأعضاء وإحدى من الأعضاء الأكثر تأثراً بالغذاء وأنماطه، وهو عضو مؤثر في العديد من أجهزة وأعضاء الجسم الأخرى. الأمر اللي يخلينا ننتبه بشدة لهاي الأهمية اللي تستلزم من المحافظة على الكلى ونحميها من الأمراض والمشكلات الصحية. وعشان نتحدث شوي بالتفصيل عن التغذية وصحة الكلى، يسعدنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية السريرية الأستاذة رناد إبراهيم. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك أستاذة رناد. إحنا نعرف أن في علاقة جدا وطيدة بين الكلى والغذاء، ممكن تحدثينا وتحدثين مستمعين عن هاي العلاقة؟ أكيد. طبعا أول شيء حابة أذكر أنه إحنا شهر 3 كان في عنا اللي هو يوم الكلى العالمي، اللي هو كان صادف تاريخ 11/3. فدائما بنحاول أنه نزيد التوعية بخصوص الكلى والغذاء. طبعا الغذاء له علاقة كتير كبيرة بصحة الكلى، لأنه الكلى بتعتبر من الأعضاء المهمة لصحة جسم الإنسان، وهي بتعمل بشكل أساسي على أنها تنظف الجسم من السموم وتصفية الفضلات. فهي بالتالي بتعمل على مدار اليوم طبعا بدون تعب وبدون كلل، فلازم نحافظ عليها عن طريق اتباع نظام غذائي صحي متوازن. وطبعا في عنا بعض الأطعمة اللي لها علاقة بصحة الكلى، فلازم نحاول قدر الإمكان نقلل منها عشان نحافظ على كلية صحية. تمام، فرح نحكي عن بعض هاي الأطعمة اللي احنا لازم نحاول قدر الإمكان ننتبه عليها خلال نظامنا الغذائي على أساس نحافظ على صحة كليتنا. أول إشي فيها طبعا اللحوم الحمراء. طبعا اللحوم الحمراء هي مصدر غني بالبروتين للجسم وهو كتير مهم، بس لما ناخد نسبة أعلى عن الطبيعية أو نسبة بزيادة يعني عن حاجة الجسم، رح يصير في عنا ضرر بهاي الكلى، لأنه الكلى بتعمل على في عملية الأيض اللي في البروتين، فكل ما زادت نسبة البروتين فزاد العبء والضغط على الكلى، فبيأثر عليها بشكل سلبي وعلى عملها.
فلازم ناخذ اللحوم الحمراء بكميات محدوده ونحاول نخليها لحد يوم واحد في الاسبوع. احنا الحين نتحدث عن الاغذيه اللي تضر بالكلى استاذه. ايوه اللي تضر الكلى. تمام. الشغله الثانيه في عندنا طبعا ملح الطعام او ملح الاكل. معروف ان الملح احنا بنحتاجه بالجسم بكميات قليله او منخفضه، بس كل ما زادت عندنا نسبه الاملاح بالاكل رح يزيد عندنا نسبه احتباس السوائل في الجسم، وهي احتباس السوائل على المدى الطويل ممكن انها تعمل ضغط على الكلى. أيوة. فبأثر عليها بشكل اخر وبطريقه سلبيه. الشغله الثالثه كمان في عندنا طبعا الكافيين. هلا مش معناته ان احنا لازم نوقف استخدام الكافيين، لا، ممكن نشرب الكافيين مثلا بالقهوه او مثلا في الشاي في بعض المشروبات، ولكن بكميات معقوله او الكميات اللي تحتاجها الجسم، بانها ما تتجاوز عن كوبين او ثلاث اكواب في اليوم. ليش؟ لانه الكافيين نفس الشيء بيعمل على زياده تدفق الدوره الدمويه، وبالتالي يعمل على ارتفاع ضغط الدم. تمام. وايضا عند استهلاك كميات عاليه من الكافيين يزيد من اضطرار البول، الله يكرمكم، فبتزيد حاله الشخص الى الدخول الى المرحاض بشكل اكثر، فممكن يؤدي الى الجفاف. فالجسم لما يتعرض الى الجفاف ايضا ممكن ياثر على الكلى بطريقه سلبيه. وايضا في عنا من ضمن بعض المحليات الصناعيه التي تستخدم مثلا كبديل للسكر او في بعض المشروبات الطاقه او شيء، ايضا لها دور سلبي على الكلى، وممكن ليش؟ لانها بتعمل عبء على الكلى لكي يصرفها من الجسم، فايضا ممكن انها تضر الكلى. والمشروبات الغازيه والكحول طبعا، اي شيء ممكن ياثر بطريقه سلبيه على الكلى ممكن انه يقلل من كفاءتها او من عملها. هاي اكثر الاطعمه او المشروبات اللي احنا بنحاول قدر الامكان نقلل منها في النظام الغذائي. وشو عن الانماط الغير صحيه والغير سليمه اللي ممكن تعرض الكلى ايضا للخطر استاذه؟ طبعا اكيد اوليتها قله شرب المي. الناس كثير ممكن يعني ينسوا يشربوا مي خلال اليوم. ممكن التدخين مثلا من العادات اللي ممكن انها كمان تضر او تاثر على الكلى او كنمط حياه. طبعا اكيد الوزن وزياده الوزن، يعني الاشخاص اللي بيكونوا في مرحله السمنه او السمنه المفرطه. طبعا اتباع نظام غذائي سيء، عدم الالتزام بوجبات اكليه. بشكل عام اللايف ستايل او نمط الحياه اللي ممكن يتبعه الشخص اذا ما كان يتبعه بطريقه صحيه وسليمه فممكن انها تأثر على الكلى بشكل سلبي. طيب احنا تحدثنا عن الاشياء اللي تضرنا، فكيف احنا نقدر نحمي الكلى من الامراض والمشكلات الصحية؟ خلينا نتحدث شوي عن النمط الغذائي اللي ممكن يحمي الكلى من هاي الامراض والمشكلات. تمام. هلا اول اشي طبعا في المقام الاساسي اللي هو اتباع نظام غذائي صحي متوازن، لانه كل ما احنا اتبعنا نظام غذائي صحي متوازن، لاني انا باخذ احتياجاتي وكفايتي من كل مجموعه من المجموعات الغذائيه، فانا بكون في السليم. وايضا وعشان نحدد الموضوع للكلى، فاول شيء طبعا بهمنا لازم نشرب كميات كافيه من المي، على الاقل من لترين ونص الى 3 لتر في اليوم. هاي اهم شيء عشان نحافظ على كليتنا وضلها بشكل صحي وسليم. هذه تنحسب حسب العمر والوزن بعد استاذه، صح؟ ايوه، ممكن احنا نعملها مثلا 35 بوزن الجسم. يعني هيك طريقة حساب سهلة، يعني 35 مستمعين وضربوه في وزنكم. في وزنكم فبيطلع لكل واحد كم احتياجه من شرب الماء، يطلع لكم كم تحتاجون من الكمية اليومية من الماء مستمعين. 35 ضرب وزنكم بالكيجي بالكيلوغرام، صحيح؟ تمام. الشغلة الثانية طبعا هي مراقبة تناول البروتين. فإحنا بحاجة إن نحدد كمية البروتين اللي احنا بناكلها، واحنا بنحسبها على تقريبا يعني 0.81 جرام مثلا بوزن الجسم كمان. فهو بيعطينا ان احنا احتياجنا من البروتين برضو في هذا اليوم انه احنا ناخذ احتياجنا الطبيعي، بس ما نزود اكثر اللي هو ممكن لا سمح الله يعمل خطر او تلف على الكلى. وايضا من المهم جدا التنويه انه بعض البروتينات الصناعية اللي هي بتكون مثل المكملات البروتينية، هاي تعتبر من أخطر أنواع البروتين اللي ممكن تأثر طبعا على الكلى بشكل سلبي جدا، لأنها ممكن تعرض الكلى بوقت قصير جدا أنه يصير لأي شخص فشل كلوي سريع. البروتينات المصنعة اللي هي بتكون مثل مسحوق البروتين ومخفوق البروتين، اللي هي
الإمارات يستخدمونها بعدم إدراك أو بعدم وعي بكميات كثيرة، فممكن أنها تأثر. طيب كيف يعني؟ لأن العديد من الرياضيين يستعملونها أستاذة، فكيف نقدر نعرف الكمية الصحيحة لهذه البروتينات المصنعة؟ لأنه لا لازم يعني لازم يتم حسابها من كمية البروتين التي يحتاجها الجسم. هلا طبعا الرياضيين رح يحتاجوا نسبة بروتينات أعلى بما أنهم هم بنعتبرهم جسم رياضي، وفي بيكون لهم تدريبات معينة طبعا بتكون تحت إشراف أخصائي رياضي طبعا أكيد. وبرضه كمان احنا دائما بنحكي حتى للرياضيين انهم لازم يتابعوا موضوع فحوصات الكلى بشكل دوري عشان ينتبهوا لنسبه وظيفه الكلى عندهم او نسبه الكرياتين عندهم، هل هي بالنسبه الطبيعيه او هل في اي اثر او ضرر. فلازم دائما اللي بيستخدموا البروتينات باي شكل من الاشكال لازم يكون تحت متابعه الدكتور او فحوصات طبيه دوريه لوظيفه الكلى. طيب الشخص العادي يعني مثلا الشخص العادي كيف يقدر؟ الشخص العادي بس ياخذ احتياجه من البروتين الطبيعي زي ما احنا حكينا، تقريبا احنا نقدرها 0.81 جرام بوزن الجسم، فبيكون هذا احتياج يعني تقريبا هي بتتراوح بين 60 ل 70 جرام في اليوم تقريبا الاغلب الاشخاص يعني كاحتياجهم اليومي من البروتين. وطبعا البروتينات هي بتنشق عنا على مصدرين، يعني في عنا البروتينات اللي هي مصادرها الحيوانية مثل الدجاج والسمك واللحم، وأيضا مشتقات الحليب والأجبان والألبان، وفي عنا المصادر النباتية اللي هي البقوليات والمكسرات، هي بعد تحتوي على البروتين. سواء كان المصدر حيواني أو نباتي فهو يعتبر مصدر من البروتين، فبالتالي ينحسب من ضمن الحسابات اللي مثلا بتناولها الشخص. هل في نصيحة أخيرة أستاذة تقدرين تعطين للمستمعين حق اللي عندهم مشاكل في الكلى؟ هل من نصيحة أخيرة؟ طبعا الكلى هو مثل ما حكينا في البداية أنه هو جزء أو عنصر كتير عضو كتير مهم في جسم الإنسان، وبتمنى من كل الأشخاص أنهم ما يستهينوا بهذا الموضوع، ولازم يعني يحاولوا قدر الإمكان الحفاظ على صحة كليتهم بشرب الماء مثل ما حكينا، لحد من تناول البروتينات الزائدة. الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة خصوصا السكر والضغط هدول بشكل خاص لازم يكون عندهم متابعة دورية لوظيفة الكلى. صحيح. وأيضا شغلة مهمة بالنسبة للمسكنات، لازم ما يكون في عندنا نأخذ أي مسكنات أدوية ممكن تأثر كمان على الكلى بشكل سلبي، يعني مش أي وقت ممكن نأخذ بس مسكنات للألم، فقط في وقت الضرورة يمكن استخدامها. صحيح أستاذة رناد، يعني الحديث معك اليوم كان جدا شيق ومليء بالمعلومات المفيدة، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، مع السلامة. كانت معنا الأستاذة رناد تحدثتنا عن الغذاء وصحة الكلى. رح أعقب على الكلام اللي قالت الأستاذة، لكن مستمعينا بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم مع فقرة اليوم. رح نتحدث مع الدكتورة دينا القدرة، رح تحدثنا عن دواء الساقين. فاصل قصير مستمعينا وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين على الأرقام التالية 6-0055-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تعقيبا على حديثنا قبل الفاصل مع الأستاذة رناد، كانت تتحدث عن مدى تأثير الغذاء في صحة الكلى. عشان أنا أحاول ألخص لكم مستمعينا، في هناك بعض الأغذية اللي ممكن تضر في صحة الكلية عنا إذا إحنا خذناها بزيادة، اللي هي الملح الطعام، اللحوم الحمراء، زيادة الكافيين، وأيضا المحليات الصناعية أيضا ممكن أنها تأثر على
صحة الكلى عنا، وأيضا الإفراط في استعمال المسكنات أيضا بيكون لوطأة على صحة الكلى. وحدثتنا أيضا عن البروتينات المصنعة اللي يستعملونها الرياضيين، البروتينات الباودر هذه نوهت إن لازم إحنا نحتاط في طريقة استعمالنا وكمية استعمالنا لها، ويفضل إن إحنا نقوم باستشارة أخصائي عشان نعرف الطريقة الكمية الصحيحة حق هذه البروتينات اللي تناسبنا إحنا. وطبعا التقدير بيكون بحكم مدى نشاطنا البدني أو لا. وعطتنا نصيحة مهمة إن لازم إحنا نحرص على شرب كمية كافية من الماء، وقدرت الكمية إن نضرب وزننا في رقم 35 راح يعطينا تقريبا الكمية اللي يحتاجها جسمنا بشكل يومي عشان يكون في صحة وسلامة. ومن صحة الكلى ننتقل إلى الأوعية الدموية ودوالي الساقين. إحنا كلنا نعرف أن دوالي الساقين يعني من الأمراض اللي تزعج صاحبها، لكن هناك دائما علاجات، وقبل العلاجات أيضا هناك وسائل للوقاية والحماية من هذا المرض. راح نتحدث اليوم بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والصحة والعافية، يا مرحبا. دكتورة دينا، لو تحدثينا أولا عطينا نبذة عن قسم الأوعية الدموية اللي في مستشفى راشد، وشو هي إمكانياته البشرية والتقنية أيضا. حاضرين. قسم الأوعية الدموية يعنى أن في مستشفى راشد هو أساسا، ولكن نحن نغطي جميع الخدمات اللي تختص بالأوعية الدموية على مستوى هيئة الصحة. وفي الكثير من الأحيان حتى نغطي يعني كل أنحاء دبي في حين نحتاج الأمر، لأن يعتبر المركز الرئيسي في مستشفى في دبي في هذا المجال. فنحن نعنى بجميع الحالات المرضية الخاصة بالشرايين اللي هي نقص التروية. بعض الناس العامية يقولون مثلا لما يكون المريض يعاني بغرغرينة في الريد أو في الإيد، ومن ثم أمراض الدوالي في الساقين وأمراض الجهاز الليمفاوي. الناس يكون عندهم ورم في الساقين اللي هو داء الفيل في العامية يعرفونه. الحالات اللي نشوفها في القسم تنقسم إلى إما حالات طارئة، هني طبعا إحنا نسابق الوقت، الحالة لازم اللي هي مثلا تكون في نقص التروية بالنسبة للشرايين تأتي عن طريق الحوادث، هني لازم دكتور أوعية دموية إلى أن يوصل الدم لهذا الطرف أو لهذا الساق أو الإيد لازم خلال 6 إلى 8 ساعات، فهني عامل وقت مهم جدا. فالحالات تتوجه إلى الطوارئ ويتم طبعا تشخيصها ومن ثم توجههم إلى العمليات ولا عن طريق القسطرة. الحالات اللي تعتبر غير طارئة كمثال حالات الدوالي تأتي عن طريق العيادات الخارجية، يتم معاينتها عن طريق الأطباء. طبعا العيادات الخارجية عندنا قسم جديد كامل مجهز بجميع الوسائل والخدمات، ومن ثم المريض يتم فحصه وتشخيصه في مختبر الأوعية الدموية اللي هو خاص بقسم مالنا، في جميع الأجهزة اللي تشخص أمراض الشرايين، تشخص أمراض الدوالي، تعطي صورة دقيقة جدا عن درجة الدوالي، مثلا هاي درجة أولى ثانية ثالثة إلى سادسة. يرجع الدكتور يشوف التقرير في نفس اليوم اللي المريضة تراجع فيه العيادة، ويحط الخطة العلاجية. هل المريضة مثلا تحتاج فقط العلاج المحافظ اللي هو مثلا بالحبوب ولا باللبس الجوارب الضاغط اللي هو العلاج المحافظ يعني بدون تدخل جراحي، ولا تحتاج اللي هو الإبر البسيطة للشعيرات الدموية الصغيرة، ولا الإجراء الجراحي. هاي كلها تتم في نفس اليوم اللي المريض يراجع فيه العيادة، إلى يعني خلاص ينحط له بس التاريخ اللي أنت مثلا أسبوع أو أسبوعين يتم معالجة المريض بالعلاج اللي هو. تحدثي عن القسم الجديد دكتورة، لو تحدثين المستمعين شو هذا القسم الجديد؟ قلتي إن عندكم قسم جديد تابع لكم. نعم، الحين عندنا ما شاء الله العيادات الخارجية قسم يعني قسم كبير جدا. توسعت العيادات، عدد الغرف، عدد التخصصات اللي انضافت جدا انضافت. بس بالنسبة للأوعية الدموية مثلا احنا ضفنا عيادات جديدة، لأن الحالات طبعا حسب القيادات العليا
الأوامر التي تينا من القيادات العليا أن لازم المريض ما يتريى حتى يحصل الموعد إلى 14 يوم فقط. كان أول يحصل مثلا بالثلاث شهور بالأربع شهور، الحين لا، إحنا ملزمين أن إحنا نشوف الحالات الجديدة خلال 14 يوم. ما شاء الله مثلاً. هذا إنجاز دكتورة دينا، يعني من ثلاث شهور لأسبوعين، فهذا صحيح. يعني إنجاز كبير. إحنا نسابق الزمن في هالأشياء. صحيح. ولذلك أنت لازم تتصرف، أنت لازم تتصرف. بالتالي لازم نزيد عدد الحالات العيادات، نزيد عدد ساعات الخدمات. سوينا قسم التلي ميديسن، هذا التلي ميديسن اللي هو الصورة بالعيادات بالتليفون وبالفيديو. أيه. المرضى الكبار السن لا ننسى نحن في خلال جائحة كورونا العمل ما توقف في مستشفى راشد. نقدر نوصل المرضى لين البيت. بدال ما هو يجينا مريض كبير السن مثلا بس يبغى الأسبرين بالسابق في الأدوية اللي هي مجرد تعبئة الدواء أو إعادة وصف الدواء، ما في داعي المريض مثلا يضطر انه يكون على ويل تشير تعبان ريال كبير في السن. ما نبغى يخالط ناس وايد او يكون في زحمه عليه في المستشفى. صحيح. احنا بالعكس نتصل في مكالمه مسجله بالفيديو او عن طريق الهاتف، نشوف المريض ونشوف حتى نقدر يعني نصورنا ريده يكون مثلا مسوي عمليه، لكن مجرد اللهم متابعه من الاطباء، ابوي انت بخير انت. وما تتصورين سعادة المتعاملين والمرضى يوم أنت توصلهم ويوصلهم الدواء لين بيتهم، حتى يعني خدمة الدليفري مالك توصل الدواء خدمة دوائي للبيت. يعني أنا أمي مثلا سبحان الله ماما أنا أبغى الدواء الفلاني، في نفس اليوم الدواء كان وصل هالشارجة. ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين خلال هالفترة، يمكن جائحة كورونا من الجوانب غير الجوانب السلبية لها في جوانب إيجابية، خلتنا نبتدع ونفكر في كيف طريقة خدمة المرضى لين بيوتهم. طبعا دكتورة أنت كأنك سمعتيني في بداية الحلقة، قلت يمكن آن الأوان أن احنا نتقبل الطب الحديث والأشياء الجديدة اللي صارت، أن خدمة الطبيب لكل مواطن، التالي ميديسن، نتقبل أن احنا في بعض الأشياء ممكن أنها احنا نحصل على استشارة وإحنا في منازلنا، ما يحتاج أن احنا نضرب خط للعيادة وننتظر وما إلى غير ذلك. يعني أنا أنصح الجميع أنهم يتقبلون التغييرات اللي صايرة، لأن حاليا هذا هو الطب الحديث، وإذا جربته وإذا جربوه دكتورة أكيد ما راح يستغنون عنه. صراحة أنا شخصيا جربت التيلي ميديسن وعجبتني، شيء جدا بسيط، يعني وأنا في مكتبي حصلت على استشارة وسووا لي الفحوصات والأدوية وكل شيء في وأنا جالسة في المكتب. دكتورة يعني جهودكم مشكورين، مجهود جبار، مجهود جبار صدقا. أنا مثلا جربت التليميديسن ويا أمي كموعد للوالدة. أنا في مستشفى راشد ما كنت أعرف يعني رحلة هاي العيادة اللي هي طبيب لكل مواطن. صحيح. يعني أنا صدقا هاي من الخدمات اللي خلنا نقول باختصار إحسان. صحيح. هاي بالضبط معنى كلمة إحسان. بالضبط دكتورة. الشكر موصول لجميع القائمين على هذه الحالة. جميع القائمين ولكل اللي اشتغلوا، يعني طبيب لكل مواطن في الجائحة يعني أثبت فعاليته، يعني تضاعف ضاعف من قدرته الاستيعابية أضعاف مضاعفة بطريقة ما يتخيلونها المستمعين دكتورة. يمكن الناس ما تفكر، يمكن الناس ما تستوعب، تعرفين كل شيء جديد شوي يكون في نوع من المقاومة في البداية. صحيح. يمكن الإنسان يقول لك كيف دكتور يشتغل أونلاين. بالضبط. لكن انت لو جربت ان هاي الخدمه بالفعل بتحس انك انت يمكن من يمكن 50-70% من المرضى يقدر انه هو يتعالج عن طريق التليميديسن اللي هو الخدمات المرئيه والمسموعه في العيادات. صحيح دكتوره. نرجع لحديثنا عن الدوالي وقسمكم. انت حدثتينا عن اكثر المشكلات الصحيه اللي يستقبلها القسم، فممكن تعطينا نبذه عن امراض الاوعيه الدمويه بشكل عام دكتوره؟ نعم. إذا بنتطرق لحديثنا اللي هو أو اهتمامنا اليوم بالدوالي الساقين، أكثر المرضى اللي يردون العيادات طبعا الحريم، يمكن اللي مجرد ما تشوف مثلا عروق بسيطة على ريدها تراجع العيادة. المشاكل أو الأعراض اللي هي تحس فيها يكون ثقل في الريد، تجد تقول لك أنا ريدي مثلا تثجل علي، ولا ساعات ما يكون فيه أعراض بس اللهم يتشوف الشعيرات أو الدوالي الدوالي هالمتمددة أو بارزة في الساقين. في ألم بعض الأحيان مع نهاية اليوم يوم توقف فترة طويلة. الناس اللي يعانون أكثر اللي هم وظائف معينة، المعلمات اللي وظائفهم مكتبية يجلسون لفترة طويلة، فاليلسة هي نفس
يعني أعراض الناس اللي يوقفون لفترة طويلة، الناس اللي يشتغلون في مجال الطبخ مثلا، الشيف اللي في الصالونات اللي يوقفون لفترة، فيون على العيادة يتم معاينتهم بالطبيب، يتحولون في نفس اليوم إلى مختبر أوعية دموية عندنا جهاز سونار حديث جدا، يتم عمل الموجات الصوتية الملونة للساقين، تعطينا نتيجة كاملة وافية للفحص هذا، يتم قراءته بالدكتور أو تشخيصه، وبالتالي إحنا نصنف المريضة إلى درجة أولى اللي هي البسيطة، الدرجة الثانية بعد أقول بسيطة، الدرجة الثالثة إذا زادت عن ثالثة هذا يكون أكثر المريض يحتاج تدخل جراحي. وحاليا إحنا نقول جراحة ولكن هي كلها جراحات اليوم الواحد. صحيح. ومن هنا أنا أحب بعد أبلغ المستمعين جميعا أن إحنا حاليا افتتحنا مؤخرا عمليات اليوم الواحد. يعني شو بقول لك، عبارة عن صفة فنية. يعني أنا استمتعت فيه يمكن أكثر من مرضى، ما في مريض دخل مريضة دخلت مثلا لإجراء اللي هو الإبر مال الأوردة أو العمليات الليزر إلا تقول لك دكتورة يعني مكان الشرح سبحان الله، تحسين لوحة فنية، لوحات فنية في كل غرفة للعمليات، تقريبا 5 غرف عمليات، وما زال العمل قائم عشان توسع جديدة بعد غرف العمليات. بالتالي طبعا أنت تزيد يعني مجال العيادات، وبالتالي لازم تزيد حجر العمليات عشان هالمرضى اللي يردون للعيادة يبون مواعيد سريعة. صحيح. لذلك الحمد لله الطاقة الاستيعابية للعمليات بعد زادت، والحين ما عندنا تقريبا انتظار يعني من أسبوعين إلى شهر ماكسيمم المريض يعني كل فترة العلاج تكون خلصت. المريضة بالنسبة للعلاج الإبر هاي من أكثر العمليات اللي إحنا نسويها حاليا، لأن أكثر درجات الدوار تكون من البسيطة إلى المتوسطة. علاجها يتم في عمليات اليوم الواحد، المريضة في نفس اليوم تترخص وتروح البيت خلال ساعة ساعتين بالكثير، خلصت الإجراء وروحت. جميل. المرضى اللي يحتاجون عمليات جراحية يسمها عمليات جراحية مثل ما قلت، ولكن هي إجراء في عمليات اليوم الواحد. عندنا عمليات الليزر، عندنا عمليات نفس فكرة الليزر بالقسطرة اللي هو التردد الكهربائي، وعندنا تقنية جديدة بالصمغ. يعني العمليات اللي كنا من أول نعالجها خلال 3 أيام للدوالي، المريض لازم يدخل ثاني يوم العملية يتجهز للتخدير، هذه بدون تخدير بدون أي شيء، تخدير موضعي، وبالتالي طبعا نقلة كبيرة بالنسبة للتطور في مجال جراحات عمليات الدوالي. كلها تتم في عمليات اليوم الواحد، المريض يروح في نفس اليوم، ما صرنا نسوي أي عمليات الدوالي إن المريض يضطر إنه يباص المستشفى. يعني هذا الجديد في العلاج الدوالي هو الصمغ مثل ما قالت لكم مستمعينا. صحيح. قالت لكم الدكتورة الحين في تقنية جديدة اللي هي بالصمغ. دكتورة ما دام تحدثنا عن دوالي الساقين، هل في هناك أعراض مبكرة لهذا المرض ممكن الواحد ينتبه له؟ لأن كل ما عالجنا الموضوع من البداية يمكن نوعية العملية اللي نستعملها تكون أقل. صحيح. شوفي، هي الوقاية في النهاية خير من العلاج. صحيح. المرضى يوم يحسون إن يعني اللي هم معرضين للدوالي، الناس لازم يكون في تاريخ مرضي، مثلا الأم، اليد، العمة، الخالة عندهم تاريخ مرضي، خواتها مثلا، بالتالي هي المفروض تنتبه. اللي أمها مثلا عندها دوالي كانت وما شاء الله جايبة 6-7 أطفال، المفروض هي تنتبه على عمرها، من مثلا توصل لسن 17-18-19 المفروض تنتبه على عمرها. أيوة. فترة الدراسة في الجامعة، فترة العمل مثلا، إذا هي من الناس اللي مثلا معلمة تقف لفترة طويلة، ولا هي مثلا توقف في البيت كربة أم في البيت لفترة طويلة. صحيح. فبالتالي هي تحاسب على عمرها إنه أو بدأت تحمل وتربي مثلا، المفروض إني أنا مجرد ما تطلع الشعيرات، مجرد ما أحس ألام في الريق، أنا عادي ممكن أخذ رأي الدكتور قبل ما تتفاقم عندي المشكلة. إذا أنا حاسة إنه والله أنا عندي قابلية تطلع عندي دوالي، شفت كم من شعيرة اللي هي دوالي العنكبوتية، أروح أراجع قبل ما توصل لمرحلة مثلا يكون علاجها أصعب أو علاجها بالعملية. صحيح. الشيء الثاني، الناس اللي عندهم دوالي أوريدي وتشخصت يتجنبون الوقوف لفترة طويلة مثلا، أو إذا كان ولا بد بتقولي لي والله دكتورة أنا طبيعة عملي إني أجلس برا المكتب، حاليا بعد تتعمل من عن بعد، قدام الكمبيوتر، ودائما الريل نازل على تحت، فبالتالي آخذ لي بريك مثلا كل ساعتين، ألف في الحجرة ولا ألف في المكتب، بحيث أحرك الدورة الدموية، أمنع ركود الدم في الساقين عشان ما تتفاقم المشكلة. الأمور الثانية، الناس اللي عندهم الدوالي يلبسون الجوارب الباطنة، وإحنا دائما ننصحهم بهالشيء خلال فترة العمل،
من يرد البيت مثلا يفضخ الجوارب، وبالتالي أنا لو عندي درجة معينة من الدوالي أخليها مثل ما هي ما تزيد على الأقل، لأن الدوالي ما ترجع على وراء يعني ما تختفي، ولكن أحاول أني أنا أحافظ على هذه المرحلة إلى أنا ما كنت. مثلا في ناس يقول لك أنا ما أبغى أسوي عملية، أنا ما أبغى أي علاج مثلا، أنا مرتاح بها الطريقة ألبس الجوارب وأنا ريلي تكون خفيفة. فهاي الأشياء الواحد الإنسان يحافظ عليها. هاي الجوارب كملي دكتورة. نظام الحياة الصحي، يعني نمط الحياة، السلوك، تجنب الوزن الزايد، الحركة، الرياضة مثلا لو 20 دقيقة في اليوم، الأكل الصحي، هاي كل الأمور سبحان الله تساعد في أني أنا لو عندي أعراض أخفف منها، ولا أني أنا أتجنبها لو ما عندي دوالي. ما شاء الله، يعني دكتورة قلتي العديد من الأشياء، بس في كم في نقطتين أنا حابة أسألك عنهم. الجوارب الدوالي هذه فقط للأشخاص اللي يعانون من الدوالي، أو ممكن الشخص يستعملها كوقاية قبل ما يعرف نفسه أنه معرض بحكم شغله؟ فهل تنصحين أنهم يرتدون هاي الجوارب حتى لو ما كانت عندهم دوالي؟ مو بكل حد، الناس اللي عندهم ألم في الريد، يعني مثلا في حد ما عنده دوالي لكن مثلا هي ممكن معرض، مثل عندنا الممرضات اللي في المستشفى وايد منهم مع كثر الوقت مثلا يقول لك ترى انا عندي ألم في ريدي. اذا لبست الجوارب بالفعل تحس ان ريدها خفيفه، تروم تؤدي واجبها على اكمل وجه، تتجنب الالام، وبالتالي اتجنب ان يكون عندي اي مشاكل في المستقبل. بس الناس اللي ما عندهم ابدا وما يشتكون ما في داعي، يعني تعرفين اذا اشبه للناس بطريقه مبسطه، التمارين نسويها في الطياره ينصحونا فيها، نحرك مش طريق. وين الطياره الحين دكتوره دخلت؟ يعني لا تفتحين المواجع. الله يا ربي يستر الامور، وان شاء الله بترد الحياه طبيعيه ان شاء الله. بس الرياضه هاي مهمه جدا للساقين، بحيث ان احنا نمشي الدوره الدمويه ونتجنب الركود في الدوره الدمويه ونتجنب حدوث. انا سالت هذا السؤال لان شفت الكثير يستعملها وهو ما يعاني من الدوالي، ففكره انك انت تستعمل شيء مش انت ما تعاني منه، ما له داعي ان احنا نبالغ ونستعمل هاي الأشياء اللي ما لها داعي. مجرد تمارين بسيطة مثل ما قالت الدكتورة ممكن أنها تحمينا وتقينا من الإصابة بالدوالي. صحيح. دكتورة دينا، هل في نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ نصيحتي لكل المرضى اللي يعاني من أي عرض، يعني بالنسبة للساقين أنا أتكلم، أو تلون في الريل، أو يعني حتى لو مش دوالي مثلا، في ناس يجونا بغرغرينا في الريل في القدم تتلون القدم ويخاف إنه يروح يراجع المستشفى. فأي إحساس مثلا الناس كبار السن يحسون بأي ألم أو أي تلون في الجلد مثلا، أو أي جرح أو ضربة للمرضى اللي عندهم السكري، لا يتردد إنه هو يراجع المستشفى قبل لا سمح الله ما تكون الأمور صعبة العلاج. بالذات مثل ما أنا ذكرت في البداية عامل الوقت، إحنا عندنا مثل ما قلنا 6 إلى 8 ساعات عشان نسترجع الدورة الدموية. في بعض الأحيان يوم يجيك المريض متأخر بعدين تبتدي التغيرات عليه تظهر، يعني تسوي الريل أو الأصبع أزرق بعدين تحول إلى غرغرينة، فيقول لك ليش دكتورة أنتوا ما أنقذتوا الريل، ليش أنت يعني شمعنا أنتوا عندكم كل الوسائل. بس في بعض الأحيان مثل ما دائما نأكد ونحرص أن إحنا يعني نثقف المرضى أن عامل الوقت مهم جدا في انقطاع الدورة الدموية. صحيح. لا تترددون في طلب المساعدة، خصوصا إذا كنتوا من اللي عندكم سكري، فوايد مهم أنكم تنتبهون على القدم والساق وتشوفون أي تغيير بسيط لو صارت في ريلكم تلجؤون للمساعدة وتروحون للأطباء تأخذون الاستشارة. يمكن يعني مثل ما قلتي دكتورة هي مسألة ساعات، فممكن أنتوا تنقذون ريلكم بتصرفكم السريع هذا. صحيح. منا يا رب الصحة والعافية للجميع. آمين. من بركم خارج الموضوع، أحب أوجه تحية لأم الإمارات وأم جميع أمهات العالم. صحنا التحية متأخرة لكن يعطيكم الصحة والعافية ورزقكم يا رب طول العمر. أمين إن شاء الله. دكتورة دينا القدرة، الحديث دائما معك ممتع ومليء بالمعلومات القيمة، كل الشكر لوقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. يعطيكم يوم سعيد عليكم كلكم.
كانت معانا الدكتورة دينا القدرة من الكفاءات اللي نحن نفتخر أنها هي من ضمن فريق هيئة الصحة في دبي، هي استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد. حدثتنا عن الأوعية الدموية وصحتها، وحدثتنا بالتفصيل عن دوالي الساقين، أعراضها، كيف إحنا ممكن نعالجها، حدثتنا عن أحدث العلاجات وكيفية الوقاية منها. هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أحمد سلام اللي كان معانا في التنسيق والمتابعة، كل الشكر لمخرجنا المبدع نمر محمد. أتمنى أن قدرنا نفيدكم. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، ومع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.